إلى تعز مرة أخرى، حيث أقيمت وقفة احتجاجية في صبر المؤادم بتعز تندد بمقتل الموظف الأممي مؤيد حميدي الذي اغتيل بأيادي الغدر والخيانة. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعم خالد. عبر صبر الموادم بتعز في وقفة احتجاجية أسفها ضد جريمة مقتل السيد مؤيد الحميدي الموظف الأممي والذي اغتيل في التربة، وفي بيان يؤكد بأن هذه الجريمة استهدفت تعز المحاصرة وتستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات. تدين السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بمديرية صبر الموادم محافظة تعز بأشد عبارات الإدانة جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت حياة مؤيد حميدي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز أثناء تواجده في إحدى مطاعم مدينة تربة لتناول وجبة الغداء ظهر يوم الجمعة 21 يوليو 2023، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وإذ تعتبر السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بمديرية صبر الموادم عن بالغ أسفها وتعازيها لأسرة الراحل مؤيد حميدي ولزملائه في برنامج الغذاء العالمي وكل المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة والإنسانية، فإنها تؤكد بأن الرصاصة التي استهدفت الراحل إنما استهدفت قلب تعز المحاصرة جراء الحرب والحصار، كما أنها تستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات تجاه تعز ومكاسبها التي حققتها بتضحيات جسيمة في كل المجالات وترسيح مظاهر الدولة واحترام حقوق الإنسان. كما طالب المحتجين إلى سرعة قبض الجناة وإحالتهم للعدالة، لأن ما جرى منهم هدد المواطنين للخطر، وخصوصا حالة المواطنين اقتصادية متعبة بسبب طول أمد الحرب. باسم أبناء مدير الصبر الموادم، مشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية وأحزاب سياسية، ندير العمل الإرهابي الذي استهدف مندوب الأمم المتحدة مؤيد حميدي في مدينة التربة، ونطالب الجهات المختصة بسرعة ضبط الجناة وإحالتهم للعدالة، كما نعزي أسرة الشهيد مؤيد الحميدي ونعزي كل العاملين في الأمم المتحدة، ونطالب باستمرار الإغاثة لمدينة تعز كون مدينة تعز مدينة محاصرة منذ سنوات، وهذه الحالة ستؤثر على حالة المواطنين وحالة المواطنين المادية، وصلت إلى مرحلة لا يحسد عليها مجرية لا يحسد عليها كون العملة اليمنية أصبحت منهارة وأصبحت الحالة المعيشية للمواطنين حالة معيشية سيئة. وكذا أشارت اللجنة المجتمعية عن أسفها لما يجري، لأنه لا يمثل مدينة تعز، فهي تستنكر ما يجري بوقفاتهم المتعددة، وكذا رأي الشارع الذي لا يختلف عليه الجميع بأنها الجريمة التي لا تمثل تعز السلام. من بين دمار محافظة تعز صبر الموادم، كلمة يقولها أبناء تعز وأبناء صبر بأن الاغتيال لا يمثلهم، فهم بلد السلام والأمان والحياة والحرية. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية تعز.